الأهلي قدم الحقيقة أسماء كبيرة ونجوم كبار في كل اللعبات وفي كل المجالات، ونجوم ارتبطت بيها الجماهير وحبتها وعشقتها لفترات طويلة جدا، لكن يعني هي سنة الحياة كده النسيان، لكن في أسماء ما بتتنسيش، في أسماء بتظل يعني تقدر تقول الأسماء دي محفورة في ذاكرة وفي قلوب الجماهير لسنين وسنين طويلة جدا. دول اللي بيطلق عليهم الأساطير. النهاردة الحقيقة ذكرى رحيل واحد من أساطير النادي الأهلي، واحد من فرسان القلعة الحمراء، طارق سليم، طبعا لاعب النادي الأهلي السابق، واحد من عشاق القلعة الحمراء، وخد بالك وفرق بشكل كبير جدا بين النجاح اللي اتحقق في النادي الأهلي لأي اسم الأسماء، ولكن كان مجرد مرحلة. في أسماء كتير جدا الحقيقة الأهلي بالنسبة لهم ما كانش محطة، الأهلي كان بالنسبة لهم مشوار حياة، ارتبطوا باسم نادي الأهلي وارتبطت حياتهم ومشوار عطائهم جوه الملعب وبره الملعب بالقلعة الحمراء، وداخل جدران الجزيرة قضوا مشوار طويل جدا ساهموا فيه في ان هم يسيبوا بصمة مهمة جدا في مشواره وفي نجاحات النادي الأهلي المتتالية. طارق سليم كان واحد منهم، مشوار كبير من النجاح. تحل اليوم ذكرى وفاة طارق سليم نجم النادي الأهلي ومدير الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء، حيث توفي في 16 من شهر يوليو من عام 2016 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ولد طارق سليم في 15 من شهر يوليو من عام 1937 بمحافظة القاهرة، وهو الشقيق الأصغر للراحل صالح سليم الرئيس التاريخي للنادي الأهلي. وانضم طارق سليم إلى النادي الأهلي بعد أن اكتشفه حسين كامل الكشاف المعروف، وسرعان ما اندمج مع زملائه وتألق، فتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1954 بناء على تعليمات المدرب مختار التتش. كرة جمال محمود وطارق يشوط، ونجح طارق سليم في الفوز ب14 لقبا طوال مسيرته، منها 7 ألقاب للدوري المصري و5 ألقاب لكأس مصر وبطولة الجمهورية العربية المتحدة، وشارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية عام 1960 التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، كما شارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكري. واعتزل طارق سليم عام 1965 بعد 17 عاما بقميص النادي الأهلي، واتجه لمهنته الأصلية فعمل كطيار حتى أصبح كبير الطيارين خلال عمله في الشركة الوطنية للطيران. وتولى طارق سليم منصب مدير الكرة بالفريق الأول في أكثر من مرحلة، وكان مدير كرة يشهد له بالكفاءة، وظل يخدم النادي حتى بعد وفاة أخيه صالح سليم الرئيس التاريخي للنادي الأهلي.